بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال الكبير المتعالي القائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. تقدست اسماؤه وعظم جاهه، اذل بالموت رقاب الجبابرة وانهى بالموت امال القياصرة والاكاسرة، فنقلهم من عظمة القصور الى ظلمة القبور، ومن مداعبة الجوار والغلمان الى مقاسات الهوان والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب الى التمرغ في الوحل والتراب، ومن ضياء المهود الى ظلمة اللحود. جل شأنه تقدست اسماؤه غافر الذنب فضلا وقابل التوب وعدا شديد العقاب عدلا. الهي قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر اعتمد، اشكو اليك امورا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت اليك يدي بالذل مفتقرا اليك يا خير من مدت اليه يد، فلا تردنها يا ربي خائبة، وبحر جودك يروي كل من يرد. الهي وسيدي ومولاي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجع والمآل والكل اليك عرب وعجب، ما لي عمل يصلح للعرض عليك بل صار عدم، فارحم ذلي ووقفتي بين يديك ان ذل قدم. سبحان ربي لم يلد لكن خلق، سبحانه خلق بنا آدم من علق، أحد فليس له شريك، سبحانه فطر العباد وحكمه فيهم سبق. إلهي من عليه مدى الأيام معتمدي، إليك وجهت وجهي لا إلى أحد، أنت المجيب لمن يرجوك يا أملي، يا عدتي يا شفاء الروح يا سندي، ما لي سواك وما لي غير بابك يا مولاي، فامحو بعفو ما جنت يدي، أنعم وأنزل علينا رحمة فإن لنا عوائد منك بالإحسان والمدد. وأصلي وأسلم على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال، اللهم بسره لديك وسيره إليك، آمن خوفنا وأقل عثرتنا وخذنا إليك منا، ولا تجعلنا مفتونين بأنفسنا محجوبين بحسنا، وارزقنا الفناء عنا، واكشف لنا من كل سر مكتوم يا حي يا قيوم، وأسكن بها فقيدنا الدرجة العلى من الجنة، اللهم آمين آمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، متابعة لليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج إبراهيم السكري، والد كل منا الأستاذ محمد إبراهيم السكري والأستاذ أحمد إبراهيم السكري،
وعم كل من الاستاذ محمود السكري والاستاذ اسلام السكري ونسيب كل من الاستاذ كريم الجبيلي والاستاذ السيد سعيد. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام نحييكم من داخل لؤلؤة السرادقات وكبرى شركات الفراش الالية الذهبية التي تطلق وتطلب بمخازن عمالقة الفراشة بجمهورية مصر العربية اولاد المغفور له باذن الله تعالى. عم الحاج ابراهيم بركات ادارة الحاج حمدي بركات المقيم بمدينة طنطا ميدان العجيزي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام وعبر كاميرات الباشمهندس العالمي احمد الجعبري الان يطلب لنا اللقاء. ايات الله البينات يتلوها علينا علم من اعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية وسفيرها الدائم للقرآن الكريم في كل مكان والمقيم بكفر طماح مركز مدينة المنصورة بمحافظة التقالية فضيلة القاري العلامة الشيخ محمود السيد عبد الله فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة و
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. يا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدل على تجارة تنجيكم يا تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة هل أدلكم على تجارة عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة يا
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة وما
ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر كما
كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ يا أيها الذين آمنوا
مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها ومن كانت منيته بأرض فلا يموت بأرض سواها. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام اطمأنت قلوبنا بالذي هو خير. ايات الله البينات التي كانت من رحاب سورة الصف تلاها علينا علم التلاوة بجمهورية مصر العربية العالم الاسلامي المقيم بكفر طلاح مركز مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية القلب القرآني العلم الشيخ محمود السيد عبد الله. الهندسة الصوتية الأنوار الكهربائية عمالقة الفراشة بالجمهورية كبرى شركات الفراشة الأهلية الذهبية التي تطلق وتطلب من مخازن أولاد المغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج إبراهيم بركات التي تطلق وتطلب من مخازن أولاد المغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج إبراهيم بركات إدارة الحاج حمدي بركات إدارة الحاج حمدي بركات المقيم بمدينة طنطا ميدان العجيزي. وتنا إخوة الإيمان والإسلام أمام الخطة الطبية تحت إدارة المدير محمد عبد المنعم أبو لاشين المقيم بمحلة منوف مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. أرقبت لكم مع عبر قناة العالمي الجعبري البشمهندس أحمد الجعبري على شاشات اليوتيوب وفيسبوك. وتنا إخوة الإيمان والإسلام أرقبت لكم مع عبر قناة واجهة مصورين جمهورية مصر العربية بشمهندس أحمد الجعبري الذي شرف اليوم محافظة الغربية. وتنا إخوة الإيمان والإسلام في ليلة تكريم عزاء المغفور له بإذن الله تعالى عم الحاج ابراهيم السكري يتقدم كل منا الاستاذ محمد ابراهيم السكري استاذ احمد ابراهيم السكري حاج محمود السكري والاستاذ اسلام السكري كما يتقدم الاستاذ كريم الجبيلي والاستاذ السيد سعيد وجميع الاسره الكريمه الى كل من تقدم اليهم بواجب العزاء بالشكر والتقدير السنه شكر الله سعيكم جميعا.